أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتية دكتور أنور قرقاش إن الدوحة خسرت مصداقيتها، وأن الحملة التي يشنها إعلام النظام القطري لتشويه صورة دولة الإمارات ستفشل، مشيرا إلى أن التزام الإمارات الأخلاقي والسياسي تجاه اليمن والتحالف ثابت، لن يغيره شيء ولن يقاوضه المال والإعلام. أكدت القوات العراقية تحرير كامل حويجل من تنظيم داعش. قال متحدث عسكري إن قطعات الجيش وألوية الحشد الشعبي أنهت مهامها في المرحلة الثانية، لتكون بذلك قد أكملت واجبها بعمليات استعادة الحويجة. منع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 4 سفن من دخول أي ميناء على مستوى العالم لحملها شحنات فحم من كوريا الشمالية، منها سفينة كانت محملة بالذخيرة أيضا، لكن الولايات المتحدة أرجأت محاولة لإدراج 4 أخرى على قائمة سوداء انتظارا للمزيد من التحقيقات. بدأت منظمة الصحة العالمية ثاني أكبر حملة من نوعها في العالم للتطعيم الفموي ضد الكوليرا، وذلك لحماية الآلاف من لاجئي أقلية الروهينجا في بنغلاديش. قالت المنظمة الدولية في تقرير لها إنه تم حشد المئات من المتطوعين وتدريبهم من أجل تنفيذ مهمة تطعيم أكثر من 650 ألف من الرجال والنساء والأطفال، وتسليم حوالي 900 ألف جرعة من اللقاح. بمناسبة يوم الفتاة العالمي، أصدرت منظمة بلان انترناشونال للأطفال تقريرا توضح فيه أن عدم المساواة بين الجنسين أمر لا يزال متفشيا في المجتمعات في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هناك 130 مليون فتاة على الصعيد العالمي غير ملتحقات بالمدارس، كما يوجد 15 مليون فتاة في سن التعليم الابتدائي لم يدخلن الصفوف. للعام الرابع على التوالي حلت الإمارات في المركز الأول عالميا في عدد منشآتها الصحية المعتمدة من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية، إذ بلغ عدد المنشآت المعتمدة عالميا 178 مستشفى ومركزا طبيا ومرفقا صحي. واجه بيكيه مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا وابلا من الانتقادات في الفترة الأخيرة بسبب آرائه السياسية حول قضية انفصال كاتالونيا عن مملكة إسبانيا. ويواصل بيكيه نشر آرائه السياسية، إذ قام بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هجم فيها أعضاء البرلمان الكاتالوني. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.